من أعظم أسباب صفاء الذهن الزواج، من أعظم أسباب صفاء الذهن الزواج. ولهذا من الغلط أن يقال أن الزواج يعطل سواء الشاب أو الشابة عن مواصلة الدراسة. لماذا؟ لأنه يشغلهم. لا، ما يشغلهم، بل يصفي أذهانهم. الزواج يصفي أذهان الشباب والشابات، فيذهب تذهب عنه تلك الأفكار، فيصفو ذهنه، فإذا قضى حاجته ووطره وشهوته في الحلال فإنه يصفو ذهنه فيتفرغ إيش تماما للدراسة، سواء كانت دراسة دينية أو دراسة إيش دنيوية. وهذا ملموس واقع. الشاب المتزوج تجده في الدراسة أعظم تحصيلا من الشاب الغير متزوج. لماذا؟ لأن ذهنه صافي. نعم، قد صفى ذهنه بقضاء شهوته فتفرغ للتعليم أو لطلب العلم سواء الديني أو الدنيوي.